الغلطة غلطتك يا أستاذ. غلطتي أنا؟ أيوة، سامية مش هتتهد وتهمد إلا لو لهيتها ببيبي يملى عليها حياتها ويشغلها عنك. أنتي بتقولي لي أنا؟ قولي لها هي. أنا ياما اتحايلت عليها وهي رافضة. طب وما سألتهاش ليه؟ سألتها طبعًا. عارفة كان ردها إيه؟ بيبي يا حسام هيشغلني عن أبحاثي ودراساتي وهياخد كل وقتي. بيبي يا حسام ممكن ياخدني منك. بيبي يا حسام ممكن جدًا ما استمتعش بحياتي معاك. لا كده بقى، برغم ان سامية صاحبتي ابصم لك بالعشرة انها مجنونة رسمي. طب وانت عاقلة مستنية ايه بقى انت وصلاح؟ لا انا وصلاح حاجة تانية، كل حاجة محسوبة ومعروف توقيتها. وده راجع للحب والتفاهم بين اي اتنين متجوزين. سامع يا حليم، بتقولك بالحب والتفاهم ورحمة ابويا الواد صلاح ده استاذ ومفيش زيه. يا ساتر عليكم، اهو قركوا عليه، ده اللي كان هيوديه في 60 داهية، كان هيعمل حادثة، وده اللي أخروا علينا امبارح. لا لا لا، معقول؟ كان هيعمل حادثة رهيب لولا ربنا ستر. يا عيني يا صلاح. الو. ايوه بركات. ايه؟ انت بتتكلم جد؟ معقولة ده بركات؟ طيب مسافة السكة وهنجيلك على طول. يلا قوم معايا. على فين؟ هبقى اقول لك بعدين. يلا بينا. انتوا رايحين فين؟ خلي بالك من الشركه شهيره لغايه ما ارجع. ما تفهموني في ايه؟ هو ده ابن هو بغباوته، هو ده اللي مطير النوم من عيني وقلقني ومخليني ماشي اتلفت حوالين نفسي. بيشتغل اول ما ترفع سماعه التليفون ويسجل كل المكالمات سواء كنت طالب او مطلوب. وده لقيته فين؟ موصول بسلك التليفون الرئيسي والفيشه الرئيسيه ومخبيها ورا الستاره. ترجع ساعتها بالشغل تاخد الشريط وتسمع اللي فيه، كل حرف سواء انا اللي قايله او متقال لي، عايشه تحت جلدي وانا مش عارف. يبقى اكيد انا محطوط لواحد زي ده. وانا كمان. طب ايه العمل؟ اسمع بركات، انت ترجع الجهاز مكانه تاني. انت اتجننت يا حليم؟ حد يلف حبل المشنقة حوالين رقبته ولو رجعت وما لقيتهوش ولا هتفتح بقها ولا هتتكلم؟ لا 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 لا، انا رايي انك تحط الجهاز مكانه ولا كانك عرفت اي حاجه. انتوا سمعتوا عن العميل المزدوج اللي بيشتغل لحساب الطرفين؟ سمعت عنه. اهو الجهاز ده هيقوم بنفس الدور، هيرجع مكانه ويشتغل نفس الشغله عشان نحرق دمهم زي ما حرقوا دمنا. طب هنا يا اخوانا، انا هعرف ازاي اذا كانت ساميه مراتي زرع الجهاز ده عندي ولا لا؟ الله، هي دي عايزه ذكاوى. ايه يا عم، اقعد قلب في البيت وفتش لغايه ما تلاقي زي ما هعمل انا. ده كلام ده يا اخوانا، ده كلام معقوله اللي بيحصل ده؟ ده اقول لك ايدينا في حرب. هو السؤال بس اللي بيحصل ده كله ليه؟ امال يحرقوا دمنا ازاي؟ ويحرقوا دمنا ليه من اصله؟ هو كده، كل ست اول ما تتجوز عايزه تسيطر على جوزها وتملكه. بيبقوا في الاول زي القطه المغمضه، انما مع اول مولود يتولد تتحول بقى الى شيء تاني خالص وتمضي بنفسك سك العبوديه. انما كده خلاص، مبروك يا بركات، الف مبروك، انت من الاحرار يا بركات. بالمناسبة بقى، أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع. بخصوص إيه؟ أنا بقول أطلب لك ينسون الأول. يا عم اتكلم يا عم. بخصوص إيه؟ بخصوص تامر ابني والبنت دالية بنتك. نعم؟ ما قلت لك أطلب لك ينسون.